أهلا بكم من جديد. في الآن انطلق قطار المشروعات القومية والتنموية الكبرى ولن يتوقف وفقا للجداول الزمنية المقررة لانتهائها. هو الأمر الذي سيمثل نقلة نوعية ونقطة انطلاق لإعادة بناء الدولة وفق أسس اقتصادية راسخة وبنية تحتية قادرة على تحقيق تنمية ترتقي بالدولة المصرية في جميع المجالات. يتابع مجلس الوزراء بشكل مكثف متابعة سير المشروعات القومية وحرص الحكومة على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات والوقوف على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها قدما. للحديث عن أهمية المشروعات القومية ومتابعة مجلس الوزراء لتنفيذ هذه المشروعات ينضم معنا الآن في الاستوديو منصور كامل مسؤول ملف مجلس الوزراء في جريدة الأخبار. أستاذ منصور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا في المنصور. الحقيقة احنا كل أسبوع تقريبا بنتابع الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء وبنشوف ايه القرارات اللي صدرت عنه. غالبا او يعني مش غالبا هو في كل اسبوع فعلا بيكون في تنويه على متابعه كل المشروعات القوميه اللي بتتنفذ في مصر، بيكون في توجيهات من دكتور مصطفى مدبولي لكل الاجهزه المعنيه. بتشوف ازاي حضرتك متخصص في مجلس الوزراء، بتشوف ازاي متابعه مجلس الوزراء والحكومه بكل اعضائها لسير المشروعات القوميه؟ بص حضرتك، يعني مجلس الوزراء معني طبعا بمتابعه كل هذه المشروعات سواء في مجالات الاسكان او مجالات النقل او مجالات الطاقه او غيره، وده من اكثر من جانب. الجانب الاول في اجتماعات اللجنه الوزاريه الاقتصاديه اللي بتعقد بشكل كمان اسبوعي برئاسه رئيس الوزراء واعضاء المجموعه الاقتصاديه الوزاريه ومسؤولين في وزراء الماليه والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي وغيرهم، وده بتكون ايضا بتنظر فيما يتم احرازه من تقدم في هذه المشروعات. ايضا زي ما حضرتك اشرتي الى اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي اللي احيانا بيتم في احد بنود مناقشه احد هذه المشروعات، بالاضافه كمان للجولات اللي بيقوم بها رئيس الوزراء بنفسه الى هذه المشروعات لتفقد سير العمل. شفنا يمكن خلال الاسبوع الماضي في بدايته كان رئيس الوزراء قام بعدد من الجولات من شمال مصر الى اقصاها في الجنوب من مدينه العلمين لمدينه اسوان لمتابعه ما يتم تنفيذه على ارض الواقع من مشروعات سواء في مشروعات الاسكان او الطرق او النقل او حتى فيما يتم من نقله نوعيه بتتم في احداث وتحديث شركات قطاع الاعمال العام الضخمه زي شركه كيما في اسوان وغيرها. فيعني الحكومه معنيه بشكل دائم بمتابعه هذه المشروعات، وهذه المتابعه وهذا المراقبه لاداء هذه المشروعات بيتم من اكثر من محور، ودايما زي ما حضرتك اشرتي في البدايه انه في التزام من الحكومه للتنفيذ وفقا للجداول الزمنيه المعلنه والمعده مسبقا، وده طبعا بيتم متابعته بشكل اعلى من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده من خلال الاجتماعات اللي بيعقدها مع الوزراء المعنيين والمختصين كلهم في قطاعه. طيب الدكتور مصطفى مدبولي بيوجه كمان بضروره الالتزام بالجدول الزمني، والحقيقه مش دكتور مصطفى مدبولي بس، هو الرئيس السيسي هو اللي في البدايه كان في كل مشروع تقريبا بيوجه بيه تنفيذه في فتره زمنيه معينه. طيب في اجتماعات مجلس الوزراء وفي متابعه سير عمل الوزارات المختلفه والمؤسسات المختلفه بيكون في توجيه دايما بالالتزام بالفترات الزمنيه. طيب بتتابع حضرتك ده ازاي لما بتشوف تنفيذ، طبعا حضرتك اتكلمت عن كل قطاع على حده، لما بتتابع حضرتك كل وزاره على حده في هذه الاجتماعات بتوصل فعلا بتحقق فعلا هذه الانجازات او بتحقق انجاز في فتره زمنيه محدده؟ شوفي حضرتك، يعني مهمة الحكومة دايما طالما ان هذه المشروعات بتنفذ في كذا قطاع وبالتالي كل مشروع بيكون فيه عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمتداخلة في هذه المشروعات، فبالتالي مهمة الحكومة دايما انها تنسق ما بين هذه الجهات تتأكد من التنفيذ في وقت زمني، تذلل العقبات في حالة وجودها زي مثلا لما يحدث في انشاء الطرق اللي بتكون فيه عدد من الوزارات معنية، احيانا في نزع ملكية، احيانا في قرارات بتحتاج الى تخصيص المنفعة العامة. الحكومة دورها في الاساسي انها ما بين هذه الوزارات تتابع التنفيذ وفقا للجدول الزمني المعلن، وده ليه اهميه ان احنا بنسابق الزمن علشان ننجز هذه المشروعات في وقت قياسي محدد. الاقتصاد المصري عنده بعض المشاكل وهو في طريقه لتجاوزها زي ما اشارت العديد من المؤسسات المعنيه بمراقبه ومتابعه اداء الاقتصاد المصري، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه، كل هذه المؤسسات بتشير الى ان هناك طفره تحدث في مصر في انجاز المشروعات القوميه اللي وفرت الالاف من فرص العمل اللي عملت على
احداث معدل النمو وصل ل 5.5% اعلى من المتوقع اللي كان 5.3%. احنا بنحقق معدل نمو 5.5% اللي ساهمت في انخفاض معدل البطاله وساهمت في زياده فرص التشغيل لالاف من المصريين. اذا التشغيل في اوقات زمنيه محدده والانتهاء من هذه المشروعات هي مهمه اصليه واصيله للحكومه، كمان لها اثار ايجابيه كتير ادت الى تحسن المشهد الاقتصادي زي ما ذكرنا، وبالتالي الحكومه معنيه لانها لديها ملف متخم من المشروعات التي تريد الانتهاء منها، وده تبقى يعني بعضها ورد في البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيحظى بمتابعته بشكل دائم، وبنشوف الرئيس في جولات تفقديه سواء للعاصمه الاداريه او مشروعات الطرق او غيره. فالموضوع ده لا تهاون فيه، لا تقصير فيه، وفي تصميم على انه اي مشروع لن يتم التاخير في تنفيذه، واي عقبات بتواجه اي مشروع بيكون هناك تدخل من الحكومه من خلال انها دورها في التنسيق او احتاج الامر الى اتخاذ بعض القرارات اللي بتصدر في مجلس الوزراء. زي ما شاطر حضرتك انه احيانا بيتم استصدار قرارات بنزع ملكيه اراضي او تخصيص اراضي او حتى توجيه مخصصات ماليه، دي حاجات سواء بتكون كمان مكمله للتنفيذ المشروعات دي. يعني انا اعتقد انه في حاجات بتبقى مكمله، يعني مش بس احنا بنراقب المشروعات، لا كمان احنا بناخد قرارات او بنصدر قوانين بتكمل. صحيح، يعني زي شبكة الطرق، ما هو انت عشان تعمل شبكة مشروع شبكة الطرق لازم تزيل التعديات ولازم صحيح، يعني حضرتك المشروع مش مجرد ان انا بقعد يعني الزم طول الوقت الشركة المنفذة او الجهة المنفذة سواء كانت من جهة الدولة، لا لازم تخلص، لا لازم اشوف كمان هو عنده مشاكل ايه، هل ما عنده مشاكل تمويلية، هل عنده مشاكل في التنفيذ، هل في مشاكل في التنسيق ما بين بعض الوزارات، احيانا في بعض المشروعات بتحتاج الى كنت هسأل حضرتك على النقطة دي تحديدا لان النقطة دي مهمة جدا، التعاون والتنسيق ما بين الوزارات، لانه حقيقة في مشروعات بتحتاج تكامل اكتر من وزارة، مش بس بتبقى وزارة معنية بس بيها. يعني صحيح، اي مشروع حريق بينفذ على ارض الجمهورية في عديد من الجهات والهيئات والوزارات، احيانا لو هو بينفذ في محافظة معينة فحريق داخلة معاكي المحافظة المعنية بتنفيذ هذا المشروع في نطاقة، او احيانا في مشروع بياخذ عدة مشروعات، يعني احيانا الطرق الطولية والعرضية اللي بيتم تنفيذها في محافظات مصر دي بتبقى في اكثر من محافظة، فهناك عدد من المحافظات موجودة، هناك وزارة التنمية المحلية، هناك وزارة النقل، هناك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هناك عدد من الجهات المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا المشروع، فبالتالي التنسيق ما بين هذه الجهات ودور الإشراف والرقابة بينها بيتطلب ان انا اعرف في كل مرحلة ايه اللي وصلوا ليه، ايه ما تم انجازه، ما هي العقبات اللي بتحول، هل تم التنفيذ وفقا للجدول الزمني في كل مرحلة، يعني المشروع بينفذ على عام ففي كل مرحلة في نسب انجاز المفروض بيكون متابع. ايضا في بعض المشروعات بيكون جاي لها تمويل خارجي، وهناك يعني انضباط في هذه النقطة، لانه الجهات التمويل الخارجية حينما تمول مشروعا داخل مصر سواء البنك الدولي او بنوك مؤسسات التنميه الدوليه المختلفه بيكون حريصه على انه يتم الانفاق والسحب من التمويل المتاح. يعني لو حضرتك خدت قرض ب 200 مليون دولار عشان تنفذي طريق، الجهه اللي بتمولك انا بتقول لك انت سحبت من المبلغ ولا لسه، اشتغلت منه ولا لا، فبالتالي اهميه انك انت تكون ايضا بتراقب التمويل والصرف على هذا المشروع، وده من خلال حتى في وحده معنيه بهذا الامر في وزاره الاستثمار والتعاون الدولي اللي هي متابعه تنفيذ المشروعات المختلفه سواء في قطاعات النقل او الكهرباء، المشروعات الاستراتيجيه، المشروعات الكبرى، فانت بتراقبي من كذا جهه، بتنسقي ما بين الوزارات، ومهمه الوحده دي بتشوف هل تم الانفاق ولا لا، صرفت قد ايه، لا في تاخير بيتم رفع تقرير للحكومه، كمان بيتم التاكيد على اهميه الالتزام بضخ الاموال لهذا الغرض، المشروع ممكن بيكون محتاج زي ما قلت لحضرتك الى قرارات وزاريه تصدر من وزير معين، فبالتالي الحكومه بتنسق ما بين الوزارات المختلفه، بتوجه المحافظين، وكان حتى شفنا في الفترة الأخيرة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان أعطى توجيهات للمحافظين بأنهم يتابعوا بشكل دائم كل المشروعات اللي بتنفذ على أرضهم، ويشوفوا لو في أوجه قصور أو بعض الأمور التي تحتاج إلى التنسيق بيتم رفع تقرير مباشر إلى رئيس الوزراء حتى يستطيع سرعة اتخاذ القرار، عشان ما فيش وزارة أو ما فيش جهة تعمل في جزر منعزلة، مبدأ إن الجزر المنعزلة دي انتهى، مبدأ إنه مشروع يتوقف علشان يعني منتظر قرار من محافظ أو من مسؤول لابد انه يكون ينتهي. دور الحكومه الاساسي هو التنسيق ما بين كل هذه الجهات، اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعدم التاخير. احيانا احنا كنا بنعاني فتره طويله جدا من المساله دي، مساله انه يبقى في حاجه مهمه جدا ويبقى في حماس لتنفيذها، وبعد كده يقول لك اصل القرار في ايد المحافظ، اصل القرار. من هنا بيجي سؤالي لحضرتك، لجنه متابعه المشروعات في مختلف المحافظات، اللجنه اللي بتشرف على المشروعات اللي في مجلس الوزراء، وكمان بتنسق طبعا مع المحافظين، لانه في مشروعات زي ما حضرتك عارف بتتم في محافظات اخرى، زي مثلا مشروع الاسكان. طبعا مشروع قومي للاسكان هو مشروع شامل
جمهورية مصر العربية كلها مش بس صحيح. القاهرة وكمان الطرق وكذا مشروع آخر يعني صحيح. فإزاي بيتم التنسيق مع المحافظات والتعاون معها؟ شوفي يا حضرتك، مجلس الوزراء له اجتماع شهري ثابت في الخميس الأول من كل شهر لمجلس المحافظين، بيحضروا ويدعى إليه الوزراء المعنيين كلهم في قطاعه، زي مثلا لما بيشوف أحيانا وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وزير النقل، الكهرباء، التنمية المحلية، كل هؤلاء الوزراء المعنيين بهذه المشروعات، وزير الإسكان طبعا كان رئيس الوزراء هو وزير الإسكان في ذات الوقت. فبالتالي الوزراء المعنيين بيكون موجودين في اجتماع مجلس المحافظين، كل محافظ بيعرض ما لديه من خطط ومشروعات، الوزير المعني بهذه المشكلة بيكون موجود وبيتم سرعة التدبير واتخاذ القرار في الوقت المناسب. وأيضا في لجان فرعية بتنبثق عن اجتماعات الحكومة، مش بس الاجتماع الحكومة، مش بس اجتماع مجلس المحافظين الشهري، لا كمان في لجان فرعية بتنبثق عن هذه الموضوعات. وزي ما قلت لحضرتك إنه الأمر بيعرض بشكل دائم على مجلس الوزراء، وبنشوف أسبوعيا كمية القرارات اللي بتصدر من مجلس الوزراء في تخصيص أراضي للمنفعة العامة أو في نقل اختصاصات أو في إنشاء أو في اتخاذ قرارات محددة ببعض المشروعات أو في حتى اتفاقيات التمويل اللي بتعقد. يعني الأسبوع اللي فات في أربع اتفاقيات، الأربع الماضي أربع اتفاقيات تمويل لمشروعات قومية في مجالات الكهرباء، في مجالات النقل وغيره. فبالتالي الحكومة دايما زي ما حضرتك أشرتي بتتابع هذا الأمر، دايما بيكون في لجان سواء اجتماع مجلس الوزراء او الاجتماع الشهري لمجلس المحافظين او ايضا متابعه المشروعات القوميه، دي كلها مهمتها انها ترصد وتراقب وتعطي تقارير. وصاحب القرار هنا بيكون ليس فقط رئيس الوزراء، ولكن مجلس الوزراء اللي بيناقش كل هذه الموضوعات وبيصدر قرارات فوريه وتكون طبعا لها حكم التنفيذ بشكل فوري. طيب يا استاذ منصور، لما بتواجهه معقبات او صعوبات في تنفيذ قرار معين او في محافظه معينه او في مشروع معين، بتتم مناقشته ازاي ومعالجته ازاي؟ هو حضرتك الاول ايه هو الصعوبه؟ يعني هل الصعوبه صعوبه تمويليه؟ في الحاله دي بيدعى وزير الماليه وبتدعى وزاره الاستثمار والتعاون الدولي، بتشوف هل هي في صعوبه في التمويل، هل في مشكله في نزع اراضي، فبالتالي المحافظ المعني بيعرض ان احنا عندنا مشكله نزع اراضي. طب هل نزع الاراضي هنا مثلا مرتبط بتدخلات مع الاهالي ولا جهات تابعه للدوله؟ التدخلات مع الاهالي هنا بيتم التفاوض مع الاهالي على نزع الملكية، لو أراضي تابعة للدولة الحكومة بتصدر قرارات بنزع الملكية للنفع العام. هنا الأول بيتطلب معرفة إيه هو المعضلة، وقبل ده كله أصلا في البداية في حاجة اسمها دراسة جدوى، قالت إن المشروع ده هينفذ كذا، في محتاج لموافقات كذا، محتاج لنزع ملكيات كذا، لو هو مش خاص محتاج تمويل كذا، هل هيتم التمويل ده توفيره من الوزنة العامة للدولة ولا توفيره من تمويل خارجي من خلال التفاوض اللي بتجريه وزارة التعاون الدولي مع جهات التمويل المعنية؟ فبالتالي أنت قبل ما تبدأ في المشروع المفروض انه دراسات الجدوى بتكون مستكملة، بان التنسيق مع كافة الجهات ما موجود، القرارات المحتاجاها لهذا المشروع بيتم عرضها على الحكومة. فمن المفترض ان بعد ما نفذ ان ما يكونش في عقبات، لان العقبات بتكون دراسة الجدوى تجاوزت هذه المرحلة بانها عرضت كل ما لديها من مشاكل. لكن قد يحدث بعض الاحيان بعض التأخير، بعض المشكلات، وهنا زي ما قلت لحضرتك المشكلة نوعها ايه؟ هل هي مشكلة مالية؟ هل مشكلة فنية؟ هل مشكلة ادارية؟ هل مشكلة تختص بتوفير طاقة؟ هل مشكلة اعمال؟ ايا كان المشكلة بيدعى اليها المختص الوزير المعني، بيتم مناقشتها واستصدار القرار فيها، طالما انه هذا يعني للصالح العام وللمنفعة العامة، هذه المشروعات لها منفعة عامة في كل المجالات اللي بيتم تنفيذها فيها. طيب خليني أروح مع حضرتك بقى على المشروعات نفسها، يعني بحكم أنه حضرتك طبعا متخصص في مجلس الوزراء وبتتابع شغل الحكومة وبتتابع شغل الوزارات كلها، بتشوف إزاي تنفيذ أو الرهان للقيادة السياسية أن هم ينفذوا المشروعات، أن هم يحققوا الإنجاز في فترة زمنية معينة، بتتابع حضرتك ده إزاي وحضرتك متخصص فيه؟ بتشوف حجم الإنجاز إيه؟ شوفي حضرتك، يعني من فترات من اربع او خمس سنين كان الاقتصاد المصري عنده مشاكل كبيره جدا في معدلات النمو، في ارتفاع معدل البطاله، في ارتفاع معدل التضخم اللي كان وصل ل 33%، انخفاض في عوائد النقد الاجنبي اللي كانت قلت عن 15 مليار دولار، كان عندك مؤشرات الاقتصاد المصري فيها بيتراجع بشكل كامل. وبالتالي جاء برنامج الدوله، وهو برنامج ليس برنامج الرئيس ولا برنامج الحكومه، برنامج الدوله اللي هتسير عليه لفترات زمنيه، واللي طبعا بيحظى بدعم من القياده السياسيه، وهو برنامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. البرنامج ده كان بيقوم على اعاده تصويب
مسار الاقتصاد المصري، إعادة الانطلاقة، تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تحقيق استثمارات أجنبية مرتفعة، تحقيق زيادة خفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل وغيره. كل ده هدفه إيه في الآخر؟ في الآخر هدفه توفير حياة أفضل للمواطنين المصريين. وبالتالي فكرة المشروعات القومية ليست فكرة منعزلة عن بعضها، ولكن هي جزء من برنامج طموح تتبناه الدولة المصرية، تتبناه الرئيس المصري، تتبناه الحكومة المصرية لتصويب مسار الاقتصاد المصري. انت بتقومي بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات، لن تتحدثي عن استثمار الا اذا كان هناك لديك شبكه من الطرق الطوليه والعرضيه، لن تتحدثي عن استثمار اجنبي مباشر او استثمار محلي بدون وجود مواني وبدون وجود شبكات للكهرباء. كلنا نتذكر مشروعات انقطاعات الكهرباء اللي كانت يعني لها تاثير سلبي كبير جدا على حياه الملايين من المصريين. صحيح. على حياه المصريين. علشان تصلح الشبكه القوميه للكهرباء دفعت اموال في تفوق ال 70 وال 80 مليار جنيه في انشاء محطات كهرباء. الان احنا ليس لدينا هذه المشاكل بفضل هذه المشروعات التي تبنت. عندك مشروعات لمزيج الطاقه، بدات تشتغل على فكره الطاقه الجديده والمتجدده، كل جهات التمويل الدوليه، كل الشركات الكبرى في العالم بدات تهتم بك. كان عندنا مشكله في تدفقات الغاز، تبنيت عدد من المشروعات الكبرى في موضوع الغاز، وعندنا اربع حقول دلوقتي الاكتفاء الذاتي من الغاز، حقول واعده شمال الاسكندريه واتول وصنورس وحقل شروق. كل هذه المشروعات ادت الى ان مصر تحقق يعني نقله نوعيه في موضوع انتاج الغاز، وصلنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وصلنا الى بينا واحده من اكبر الدول اللي بينظر اليها نظره كبيره في موضوع الطاقه. اذا انت في الطاقه بتعملي قصه نجاح ضخمه، قصه نجاح ليها اثرها على بتخفضي الصادرات، بتخفضي الواردات، بتزودي الصادرات، بتقللي الضغط على النقد الاجنبي المباشر على العملات الاجنبيه، بيؤدي ده لتحسين معدل النمو، بتوفري الملايين من فرص العمل، بتوفري طاقة للمصانع اللازمة للتشغيل. كل ده إنجازات حصلت في قطاع الطاقة. قطاع الطرق لا يقل أهمية عن ما تحقق في قطاع الطاقة، رقم آلاف من الكيلومترات اللي تم تنفيذها للربط ما بين أنحاء الجمهورية ومشروعات الأنفاق، والربط ما بين المواني وبين المحافظات، المشروعات الطولية اللي بتربط شمال مصر بجنوبها وشرقها بغربها، دي كلها بتساعد بعد كده على تدفق الاستثمار. يعني في مثال قديم يقول لك إذا أردت أن تحدثي نهضة اعملي طريق، الطريق ده بعد كده هيبقى حواليه تنمية. كمان مشروعات الاسكان، حضرتك بتعملي اكبر مشروع الاسكان في الشرق الاوسط، 250 الف وحده سكنيه سنة. بتقضي على مشاكل مزمنه وكانت طارق لمصر، هي يعني مشاكل العشوائيات والاسكان في المناطق الاكثر خطوره والمهدده للحياه. ما اعتقدش ان في دوله في العالم بتنفذ هذا المشروع، ومش كلامنا بس، ده كلام الجهات المعنيه. البنك الدولي لما بيقول ان مصر بتصنع قصص نجاح في العاصمه الاداريه في قناه صحيح. السويس. انا كنت عايز اركز مع حضرتك على العاصمه الاداريه، لانه احنا كل ما بنتكلم عن المشروعات القومية وكل ما بنتكلم عن الإنجازات اللي بتتحقق بنتكلم عن العاصمة الإدارية يعني بشكل مخصص. العاصمة الإدارية تعتبر نموذج من النماذج اللي حضرتك اتكلمت عنها في مسألة التعاون والتنسيق، لأن هي الحقيقة بيشتغل فيها أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة ومحافظات مختلفة. فبتشوف حضرتك ده ازاي وإنجاز العاصمة الإدارية ازاي؟ يعني هي واحدة من قصص النجاح الكبرى التي تصنعها الدولة في مجال أنك أنت بتعملي نوع من خلخلة التكدس السكاني والعمراني داخل القاهرة، وبتنشئي مجتمع عمراني متكامل وحضري متكامل في هذه المشروع. طبعا بنشوف أنه الاهتمام الكبير من رئيس الدولة بمتابعة هذا المشروع بنفسه، وبنشوفه في زيارات التفقد بشكل كامل، بالمتابعة المستمرة من الحكومة لهذا المشروع. ده اللي بيخلينا بنشوف معدلات التنفيذ في كل المشروعات داخل العاصمة الإدارية. طبعا لا، الحكومة لا تنفذ هذا المشروع بمفردها، ولكن هناك عديد من شركات القطاع الخاص وعديد من الشركاء والمستثمرين المحليين والمصريين والأجانب، كله بينفذ هذا المشروع. وطبعا ده مشروع يعني على المدى الطويل بتبدأ أثاره تبان، لما حضرتك تعملي مجتمع عمراني متكامل، لما حضرتك تعملي مراكز إدارية، لما تنقلي إليه 17 أو 18 وزارة والحكومة مقرات الحكومة والوزارات العاملة تكدس في منطقة وسط القاهرة. يعني ده موضوع انتهى من زمان، كل الدول بنشوفها بتعمل حي السفارات وبتعمل حي للوزارات. فبالتالي انت بتعملي يعني نهضة عمرانية متكاملة في هذا المشروع، بالنظر إلى ضخامة مساحته اللي بتتعدى يمكن مساحة ضعف أو زيادة مساحة بعض الدول.
فانت هنا بتتكلمي عن المشروع مش مشروع عمراني، لا هو مشروع متكامل هيساهم ايضا في احداث كل ما يتم ايضا من محطات الكهرباء العملاقه اللي بتنشا في العاصمه الاداريه، قصه الابراج السكنيه الضخمه، قصه نقل مقرات الحكومه والوزارات المعنيه اللي لها يعني تكدس داخل منطقه وسط القاهره، كل ده انت بتعملي قصه نجاح وبتسير وفقا لجدول زمني مدروس. واعتقد ان معدلات التنفيذ لما بنشوف الافتتاحات اللي بتتم، سواء لما شفنا مثلا في افتتاح في بعض الفنادق او المسجد العاصمه الاداريه او الكنيسه اللي تم افتتاحها، بتشوف قد ايه هناك تصميم من العامل المصري، من المهندس المصري، من المقاول المصري، هناك متابعه من الحكومه المصريه انه كله بيتم في جداول زمنيه محدده زي ما حضرتك اشرتي في البدايه. طيب في مشروعات مهمه جدا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، لانه هي يعني احنا تابعناها طبعا الفترة اللي فاتت، وكان في حديث في هذه المشروعات في القمة الأفريقية، مشروعات كان ليها علاقة بالري والصرف والزراعة. بنتكلم هنا عن يعني وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، وفي حقيقة كان مشروع قومي اللي هو مشروع الصوب الزراعية، ومشروعات كثيرة في شبكة الصرف، وأيضا المليون ونصف مليون فدان. كان هناك حديث الفترة الماضية أو اليومين اللي فاتوا عن التعاون ما بين مصر وأفريقيا في هذا المجال تحديدا، ومسألة استغلال الموارد الأفريقية وكده. بما أن الموضوع ده مهم جدا، عايزة أعرف متابعة حضرتك كمان للمشروعات اللي بتقوم بيها الدولة في المجال ده تحديدا، الموارد المائية والري والزراعة كمان. بص حضرتك طبعا اولا يعني فيما يتعلق بالبعد الافريقي، احنا في سنه استثنائيه مصر بتتولى رئاسه الاتحاد الافريقي منذ 10 فبراير الماضي، وهناك تكليفات محدده للحكومه بتنفيذها فيما يتعلق بالتقارب مع الدول الافريقيه. مصر بيربطها اهم مورد مائي بين مصر وتسع دول افريقيه اللي هو نهر النيل، ولدينا العديد من المشروعات زي السدود اللي بيتم انشائها في بعض الدول زي تنزانيا وساد فيجيني، اللي يعني شفنا في اول تكليفات وزير الاسكان الجديد دكتور عاصم الجزار بمتابعه هذا السد وما يتم تنفيذه من مشروعات مائيه للتقارب ما بين مصر ودول حوض النيل. ده واحد من المجالات المهمه جدا اللي فيها تعاون ما بين مصر ودول الافريقيه وخاصه دول حوض النيل، موضوع نهر النيل وما يقام عليه من سدود. هناك ايضا ما اشرت اليه حضرتك من موضوع يعني مشروعات داخليه تتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، وده طبعا بيشترك فيها كذا وزاره وكذا محافظه زي الزراعه والري وغيرها. مشروع 1.5 مليون فدان اللي بيتم استزراعه في اكثر من منطقه، وشفنا افتتاحات كبيره بتتم فيه. مصر مع افريقيا في هذا المجال ايضا ليها بعض الموضوع نقل التجارب والخبرات، لانه صحيح الموضوع ده انا كنت بتكلم مع المتحدث باسم الوزاره في وزاره الموارد المائيه والري، كان بيتكلم عن فكره انه الوزاره مليانه كوادر ومليانه خبرات، يعني مصر لديها في مجال الموارد المائيه والري والزراعه خبرات وكوادر كبيرة. فبيتم تصديرها او بيتم ارسالها لتدريب الشباب الافريقي وتدريب ويعني خلق فرص عمل ليهم هم لابناء الدولة نفسها. ده احنا حتى يعني شفناه كتير في الزيارات اللي بيقوم بها رئيس الوزراء سواء الحالي او اللي قبله او اللي قبله فيما يتعلق ببعض الدول الافريقية. الدول الافريقية دائما حريصة على الاستفادة من الكوادر المصرية في هذه المجالات من خلال دورات تدريبية، من خلال اقامة مشروعات هناك لتطهير الترع او لتطهير المصارف او تطهير المجال المائية او غيره، او من خلال زي ما حضرتك اشرت استقدام بعض الشباب الافريقي وتدريبهم في مصر. ومصر لديها اجندة يعني واضحة ومحددة فيما يتعلق بالبعد الافريقي من خلال رئاسه الاتحاد الافريقي، مشروعات الربط المائي، مشروعات الربط الكهربائي، مشروعات الطرق، طريق القاهرة كيب تاون، كل دي مشروعات بيتم هيتم التاكيد عليها. كمان كان في تكليف من رئيس الحكومة لوزيرة الاستثمار بانشاء صندوق ضمان ومخاطر الاستثمار للتعاون من شأنه انه يذلل اي عقبات للتعاون ما بين مصر والدول الافريقيه. طبعا ده مجال مهم وواحد من اهم المجالات الاساسيه اللي بيتم التعاون فيها والتنسيق فيها. طبعا وزاره الري والموارد المائيه ووزاره الزراعه دول وزارتين لصيقتين لانه عملهم مرتبط ببعض. حضرتك بتكلمي عن حتى في دايما بيشوف في معظم الاجتماعات اللي بتكون حضرها وزير الزراعه وزير الري موجود او العكس، فبالتالي التنسيق ده موجود بشكل دائم سواء في المشروعات المحليه او في المشروعات اللي هي بعد اقليمي او بعد لدول الجواريه. صحيح. طيب عايز اتكلم مع حضرتك عن حاجه مهمه جدا، موضوع او موضوعين رئيسيين يمكن الرئيس السيسي كان قال بنفسه في ولايته الثانيه عن انه الصحه والتعليم ليهم اولويه كبيره فيه، وده احنا يمكن شفنا مبادرات كتير جدا تمت في مجال الصحه
اكيد حضرتك طبعا هتكلمنا عنها. بنتكلم هنا عن 100 مليون صحه، بنتكلم عن القضاء على فيروس سي، بنتكلم عن حاجات تانية، قوائم الانتظار، حاجات كتير. ايضا في نظام التعليم، نظام تعليم شامل وجديد بيتم تطبيقه الان. حضرتك بتشوف ازاي هذا يعني الصحه والتعليم المجالين دول تحديدا، وتنسيق ايضا الوزارات فيما يخصه؟ تمام، شوف حضرتك يعني الموضوع ده تحديدا بيرتبط بموضوع او مظله اكبر. ايه هي بقى المظله الاكبر؟ استثمار في عنصر راس المال البشري، استثمار في البشر، استثمار في المواطنين، وده اللي بتقوم عليه اهداف التنميه المستدامه اللي حددها الامم المتحده 2030. انك انت عشان تعملي تنميه مستدامه في اي دوله من دول العالم لابد انك انت تبداي بالصحه والتعليم. ومبادره الرئيس السيسي للاستثمار في العنصر البشري دي مبادره مهمه جدا، لانك لن تحدثي تنميه الا اذا بدات بهذه العنصر. مصر بتنفذ مشروعات ضخمه جدا في مجال الصحه زي مبادره 100 مليون صحه، زي مبادره القضاء على فيروس سي. لما تقول لك الامم المتحده ان ما تم في قصه فيروس سي قصه نجاح يجب ان تدرس وتنقل للعالم، ده مش كلامنا احنا او مش كلام المصريين، لا ده كلام الجهات الدوليه اللي بتراقب ده. ما يتم في موضوع التعليم والانفاق الضخم في المشروع القومي للتعليم الجديد اللي بيتم تنفيذه من قبل وزاره التربيه والتعليم، فيما يتم في تطوير الجامعات وانشاء جامعات جديده، فيما يتم من انفاق ضخم وتحديث طيب استاذ منصور، استاذن حضرتك قبل ما نكمل كلامنا عن الصحه والتعليم، بما ان احنا كنا بنتكلم عن الري وعن الزراعه، معانا دلوقتي الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. دكتور يسري صباح الخير. صباح الخير استاذ ايمن، اهلا بحضرتك. كنا بنتحدث منذ قليل عن متابعه مجلس الوزراء لما يتم تنفيذه من مشروعات قوميه، على راس هذه المشروعات ايضا ما يتم من شبكه صرف وما يخص الموارد المائيه وما يخص الزراعه ايضا في مصر وحتى مع دول الجوار. كنا نتحدث منذ يومين فقط عن القمه الافريقيه وعن التعاون ما بين مصر والدول الافريقيه في هذا المجال، لو حضرتك تحدثنا عن يعني حجم الانجاز في هذا المجال تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحجم إنجاز مشروعات الموارد المائية والري اللي هي وزارة الموارد المائية والري بتنفذها بالتعاون مع وزارات الدولة الأخرى، هنجد إن في هناك تعاون وثيق جدا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة على مستوى المشروعات القومية اللي تمت لترشيد المياه في جمهورية مصر العربية. هنجد إن وزارة الموارد المائية والري نفذت وأنجزت مشروع كبير جدا على نهر النيل، هو مشروع قناطر أسيوط الجديدة. مشروع قناطر أسيوط الجديدة ده بيوفر تنمية وبيوفر توفير مياه لزمام يتجاوز 1,600,000 فدان في محافظات مصر الوسطى، بيوفر ملاحه نهريه من خلال انشاء 2 هويس. كان القناطر القديمه كان فيها هويس واحد، بقى فيه 2 هويس ليضمن سلاسه المرور في الملاحه النهريه والسياحه وتنشيط السياحه، بما يضمن عودة الحياة السياحية لمصر في كافة ربوحها وخاصة في نهر النيل في السياحة النهرية. أيضا التجارة البيلية ما بين شطي نهر النيل وإنشاء طريق على هذه القناطر يتجاوز ال 14 متر بعدد حارات مرورية في الاتجاهين، يوفر التجارة وتوفير الانتقال من البرين لأهالينا في منطقة الصعيد. ايضا هيكون هناك مراسي نهريه، مراسي 4 مراسي نهريه في نطاق قناطر اسيوط. بالاضافه الى ذلك مشروع ايضا لو تمينا بقى بالصحه واهداف التنميه المستدامه، مشروع تطوير مصرف كيتشنر في محافظه الغربيه في منطقه الدلتا. طيب. وده بيوفر اشياء كبيره على مستوى التعاون مع دول حوض النيل زي ما ذكرت بقى حضرتك ودول افريقيا في نطاق افريقيا بمناسبه رسم الاتحاد الافريقي. صحيح. كان مشروع الربط الملاحي ما بين بحيره فيكتوريا وما بين البحر المتوسط لتسهيل التجاره البينيه، كما اشارت مصر اكثر من مره ومن ضمن اهداف المعلنه واجنده 2063 افريقيا 2063 ان التجاره البينيه ما بين دول افريقيا يجب ان تكون سهله، يجب ان تكون متناميه. توفير بنيه تحتيه وبنيه اساسيه موازية لهذا المشروع على شط نهر النيل ما بين طرق برية وخطوط سكة حديدية. كان هناك أيضا ومصر متواجدة وذو قوة في الاجتماع الوزاري ضمن المبادرة الرئاسية لوزراء البنية التحتية في أفريقيا، وعشر مشروعات كبيرة جدا في مجال الطاقة وفي مجال الطاقة والكهرباء وخطوط الغاز والبترول والسكة الحديد والنقل النهري، مشروعات كبيرة جدا مصر ناقشتها ومطروحة ضمن أعمال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
ونوقشت دراسات الجدوى لها والتوقيتات الزمنية للبدء وحاجات كثيرة جدا. مشروع التعاون الثنائي مع دول حوض النيل موجودة وبقوة وبكثرة. تدريب بقى وبناء والعنصر البشري كما قال الأستاذ منصور من شوية. مصر يمكن خلال الخمس سنوات، يمكن أديكم رقم حصري كده بسيط، خلال الخمس سنوات الماضية يعني تم تدريب ما يزيد أو قرابة 500 متدرب من دول أفريقيا في مجالات عديدة، مجالات المياه الجوفية والحفاظ عليها، الشحن الجوفي، مجال تنمية الموارد المائية، مجالات متعددة تم تدريبها في من دول أفريقيا بشكل عام. ضمن مجال هذا التدريب كان هناك قرابة ال 200 متدرب. احنا قلنا يمكن ده مركزنا على دول حوض النيل في السياق السابق والعدد السابق. مراكز تدريب وقطاعات عدة في الدولة المصرية تدرب ساعات في الجامعات المصرية رسائل دكتوراه وماجستير يتم منحها للأشقاء للاهتمام بالعنصر البشري في أفريقيا. أفريقيا امتداد لمصر. صحيح. وهي قلب العالم وجوهرة العالم يعني. أنا بشكر حضرتك طبعا على كل هذه التفاصيل يا دكتور يسري، شكرا جزيلا على حضرتك. دكتور يسري خفاجي متحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. برجع لحضرتك تاني يا أستاذ منصور، كنا بنتكلم عن الموارد المائية، يمكن دكتور يسري كمان قال لنا الأرقام والإحصائيات بتاعت الخاصة بمسألة التدريب، يعني 500 شخص بيقول على مدار خمس سنين 500 شاب من أفريقيا تم تدريبهم. طيب خلينا نكمل كلامنا عن الصحة والتعليم العنصرين الأساسيين اللي هم في أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري. حضرتك كان ليك كلام عن الصحة والتعليم. صحيح. فزي ما قلت حضرتك إن دي مبادرة كان يعني مبادرة بتتبناها الأمم المتحدة، ومبادرة بيتبناها البنك الدولي، وشفنا حتى رئيس البنك الدولي المستقيل كان اتكلم كتير جدا عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ودي أحد المبادرات الرئيسية لدول العالم للتنمية. فبالتالي مصر لم تتأخر عن هذا المضمار. مصر ليها مبادرة قوية للاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما، وده من خلال الآتي: أولا توفير تمويلات ضخمة وجهت لقطاع الصحة، وجهت أيضا للقضاء على بعض الأمراض والفيروسات المزمنة زي فيروس سي، وده تحقق فيه نجاح كبير جدا، كان موقع وموضوع إشادة من منظمة الصحة العالمية وغيره. كمان ما يتم حاليا في مبادرة 100 مليون صحة اللي بتنفذ مع الأمم المتحدة، ايضا ما يتم في الكشف عن امراض غير الساريه، وما يتم في تطوير المستشفيات وتطوير القطاعات الصحيه المختلفه وانشاء وحدات الصحه والاهتمام بصحه الام والاطفال. ده كله نهضه كبيره جدا بتتم في هذا القطاع. بالتوازي مع ده بيتم ايضا نهضه في قطاع التعليم من خلال المشروع القومي للتعليم وتحديث وتطوير نظام التعليم اللي بتتبناه الدوله وبيشرف على تنفيذ وزاره التربيه والتعليم، واللي بدا تنفيذه هذا العام من خلال المخصصات الضخمة اللي وجهت لتدريب المعلمين والارتقاء بمستواهم، من خلال ايضا ما يتم من تحديث حتى وتطوير للجامعات وتطوير الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا. وده لم نحقق حتى هذه اللحظة كل ما هو مأمول في هذين القطاعين، ولكن بدأنا هناك من خلال مبادرات، وحتى وفرنا تمويلات ضخمة من البنك الدولي ومن بعض المؤسسات الدولية لتمويل هذين القطاعين، يعني 500 مليون دولار اللي تم توجيههم من البنك الدولي لقطاع الصحة أو لقطاع التعليم أيضا كان نفس المبلغ. كل دي تمويلات وجهت لأنك بتساعد الدولة انها توفر الموارد الضخمه، لانه في حاله من العجز الموازنه، فبالتالي انت محتاجه بعض التمويلات الخارجيه اللي بتوفريها من بشروط ميسره من اتفاقيات تمويل طويله المدى مع البنك الدولي او غيره. التمويلات الضخمه وما يتم من في هذين القطاعين ده من شانه ان هو يحدث بعد كده نوع من التنميه والاستثمار في البشر، لان اذا لدينا شاب او طفل وشاب متعلم ومدرب ويتمتع بصحه كده، انت بتتيح كده فرصه عمل مجهزه بعد كده انه يشتغل ويساهم في زياده التشغيل في البلد وزياده معدلات النمو. هم قطاعين بتستثمري فيهم اموال ضخمه، مردودهم بيكون على المدى البعيد، وبالتالي اي تنميه في اي دوله في العالم بدات بالتعليم وبدات بالصحه. شعب مريض او شعب غير متعلم لم يحدث اي تنميه في اي مجال. طيب بما اننا بنتكلم عن متابعه الحكومه ومجلس الوزراء وتنفيذ المشروعات القوميه، في وزارات اخرى بتقوم باعمال يمكن مش مشروعات قوميه او يمكن مش داخل اطار المشروعات القوميه، لكن هي لا تقل اهميه عن هذه المشروعات القوميه. بنتكلم عن وزاره التضامن الاجتماعي، نتكلم عن المبادرات التي تتم، تكافل وكرامه حياه كريمه وكل الى اخر ذلك، نتكلم عن وزاره الهجره، نتكلم عن مساله القضاء على مساله الهجره غير المنتظمه في مصر، لم تصدر او لم
يوجد إحصاء بمهاجر غير شرعي أو غير قانوني من مصر في الفترة الماضية. بتشوف حضرتك هذه الوزارات وعمل هذه الوزارات أيضا إزاي؟ بص حضرتك، انت الحكومه كلها بتشتغل تحت برنامج واحد، هذا البرنامج بيشرف عليه كل الوزارات وبتنفذه كله ليه دوره. يعني حضرتك لما بتكلم عن برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فاذا كان هناك شق اقتصادي معني به الوزارات الاقتصاديه، فهناك شق اجتماعي معني به وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره التضامن الاجتماعي بالاضافه للوزارات الاخرى زي التموين، زي وزارات بعض الوزارات الاخرى بتساهم في تحقيق ما يتعلق بموضوع الحمايه الاجتماعيه والعداله الاجتماعيه. صحيح. يعني يمكن حضرتك ذكرت وزاره التضامن الاجتماعي واحد من اهم ادوارها تحقيق العداله الاجتماعيه، وحتى هناك تم تعيين نائب لوزير التضامن للحمايه الاجتماعيه، وهناك صدر قرار هذا الاسبوع من مجلس الوزراء في تحديد اختصاصاته. ده دور مهم جدا في الاشراف على عمليه الصرف الدعم النقدي والتحول من الدعم العيني للدعم النقدي واعداد البيانات وقواعد البيانات. هناك وزارات، دي وزارات مهمه جدا جدا ودورها لا يقل اهميه عن الوزارات الاقتصاديه الرئيسيه في برنامج الاصلاح الاقتصادي زي وزاره الماليه او الاستثمار او التجاره والصناعه وغيره، او حتى الوزارات الرئيسيه في تنفيذ التنميه المستدامه زي الصحه والتعليم. هناك طبعا وشق من الوزارات بيندرج تحت القطاع الخدمي زي ما حضرتك اشرت، تشتغل الصحه والتعليم والتضامن والنقل وغيره. دي وزارات مش بتساهم بمعدلات ضخمه، مش بتساهم في يعني مش وزارات لها ايرادات، مش مشروع ليس لها ايرادات. صحيح. ولكنها وزارات بتشرف على مشروعات ضخمه ومشروعات. صحيح. خدميه مهمه جدا، يعني هي وزارات مستهلكه وليست منتجه، ولكنها بتنفذ مشروعات ضخمه زي وزاره النقل، زي وزاره الصحه، زي وزاره التعليم. هناك وزارات لها دور محدد زي السياحه وغيرها، دي لها ادوار في الاتصالات، لانه كمان المدن الجديده كلها مدن ذكيه، وكمان هي هنا بتوفر موضوع الدعم اللوجستي. يعني كمان هذه الوزارات بتوفر الدعم اللوجستي. يعني انت لما تتكلمي عن العاصمه الاداريه الجديده، بتتكلم عن اي مشروع بيتم تنفيذه في مصر، لازم يكون الوزارات دي لها دور. وزاره الاتصالات هي اللي بتقدم الدعم اللوجستي وبتقدم البنيه الاساسيه اللازمه لخطوط الاتصالات وغيره. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها وزاره يعني، والا ما كانتش انشات من البدايه. الوزارات كلها لها دور، اما دور خدمي، اما دور اقتصادي، اما انها دور في وزارات لها بتقوم بدور الاشراف الكامل زي وزاره التخطيط. يعني وزاره التخطيط هي اللي بتشرف وبتوزع المشروعات وبتتولى الاشراف على الاستثمارات الحكوميه المنصوص عليها في الباب السادس في الموازنه العامه للدوله. فدي وزاراتك. وزاره الهجره زي ما حضرتك اشرتي، واحد من اهم موضوعاتها، وشفنا الوزيره نبيله مكرم لها دور كبير جدا في موضوع الاشراف على العماله المصريه في الخارج، حتى متابعه مشاكلهم وموضوع التصدي للهجره غير الشرعيه. كل الوزارات حتى وان كانت لا تنفذ او معنيه بتنفيذ مشروعات قوميه او كبرى، الا انها لها دور اخر لا يقل اهميه، سواء دور اجتماعي او دور خدمي. بتشوف حضرتك ازاي الدبلوماسية المصرية بقى؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن مشروعات قومية كبيرة جدا بتتم، الاستثمارات دي مش هتيجي بس من الاقتصاد، يعني اكيد حضرتك متفق مع هذه، لكن كمان هتيجي من السياسة الخارجية والدبلوماسية المصرية، وربما وزارة الخارجية معنية بهذا ايضا. متابعة حضرتك لهذه الحلقة المتكاملة. صحيح، يعني واحدة من الوزارات السيادية طبعا هي وزارة الداخلية بالإضافة طبعا الخارجية، بالإضافة وزارة الدفاع والداخلية والعدل. دورها مهم جدا زي ما حضرتك في توضيح اولا في حقيقه ما يجري رؤية مصر، فكره البرنامج الاقتصادي، هي بتعرض برنامج الاقتصادي لمصر ونتائج هذا البرنامج على كل الدول لما بيكون وزير الخارجيه ممثل لمصر في اي دوله. صحيح، كمان هي كان لها دور مهم جدا، وزاره الخارجيه لعبت دور مهم جدا في فتره ما بعد ثوره 30 يونيو في توضيح صوره كانت مغلوطه لدى الغرب وبعض الدول عن حقيقه ما يجري في مصر، هي التي ساهمت في نجاح جهود الدبلوماسيه المصريه في توضيح حقيقه ما يجري، في توضيح حقيقه ان ما تم كان باراده الشعب المصري، في نقل صوره إيجابية عن ما يحدث من تطورات اقتصادية وسياسية وإصلاحية. وده بنشوفه من خلال الجهد اللي بيتم من خلال لقاءات وزير الخارجية بوزراء سواء في الغرب أو سواء في الدول الأفريقية. هي كمان اللي بتلعب الدور التمهيدي في حينما تتحدث مصر إقليميا، يعني حينما مصر تكون لها دور في رئاسة الاتحاد الأفريقي، إذا وزارة الخارجية لها دور مهم جدا في التنسيق وتنسيق الجهود وتبني الأجندات المشتركة والتفاوض مع الدول المختلفة. لا طبعا دور مهم جدا، دور معاون، دور أساسي في نقل حقيقة ما يجري، في أيضا تفاوض وفي نقل صورة متكاملة عن الإصلاحات اللي بتتم في مصر اقتصادية وسياسية. هي الدور اللي بتمهد الطريق للوزارات الأخرى. يعني لما يروح وزير الخارجية بيجري مفاوضات في أي دولة، بيتبعوا بعد كده يروحوا يشوفوا وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، يكملوا ما بدأهم وما خطهم من خلال لقاءاته مع نظير المعني في هذه الدولة. خلينا بقى نروح للنتائج، نتائج كل هذا، كل اللي احنا ناقشناه من شوية وكل اللي احنا
ناقشناه في فكره الوزارات وكل وزاره بتقوم بايه ومتابعه مجلس الوزراء اسبوعيا ما يتم يعني اسبوعيا في الاجتماع. طيب نتائج هذا وعوده هذا على الاستثمار، كل الهدف من كل هذا طبعا غير المواطن المصري وغير التنميه المستدامه، اكيد طبعا الدوله بتستهدف، الدوله المصريه بتستهدف زياده الاستثمارات، رفع معدل النمو، كل هذا طبعا اهداف للقياده وللدوله المصريه. انعكاس كل هذه المشروعات على جذب الاستثمارات. صحيح. شوفي حضرتك، اولا يعني النمو والاستثمار ليس هدفا في حد ذاته، يعني ان الدوله تسعى لتحقيق استثمار عالي او معدل نمو عالي ليس هدفا في حد ذاته، ولكن هو وسيله لتحقيق رخاء للملايين المواطنين المصريين ورفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم. ده الهدف الاساسي لاي دوله. التنميه والاستثمار اذا لم يؤدي لتحسين مستوى معيشه المواطنين وتحسين مستواهم ودخولهم اذا ليس لها اهميه. وشفنا في فترات سابقه حققنا معدلات نمو مرتفعه وجذبنا استثمارات اجنبيه فوق 13 مليار دولار سنويا وحققنا معدلات نمو ما يزيد عن 6 و7% سنويا، لانها لم تنعكس على حياه المواطنين وكان هناك خطا في تطبيق هذه النظريات. اذا انت الاهم دلوقتي انك انت بتتكلمي ازاي يصل ده الى ثمار المواطنين. والدوله بدات تتبنى نموذج اللي هو التنميه المستدامه الاحتوائيه اللي بتوصل لكل المواطنين، ده من خلال العمل على جذب استثمارات اجنبيه مباشره بارقام كبيره، تشجيع الاستثمار المحلي، والدوله كمان بقت معنيه بموضوع حل الاستثمارات، طورت كل القوانين والنظم الخاصه بتشجيع الاستثمار من قانون الاستثمار الموحد او الجديد مرتبط بقوانين البورصه والشركات والشركات المساهمه وقانون الترصيه بالاسهم والقوانين في مجال القطاع المالي غير المصرفي، كل القوانين المرتبطه بجذب المستثمرين وحل نزاعاتهم تم تطويرها خلال الفتره الماضيه، اصبح لدينا بنيه تشريعيه قويه، اصبح لدينا بنيه مهيئه، دولة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة تهيئ جذب الاستثمارات، ده له نتائج إيجابية، تحسن ملحوظ في مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي 18-19 مقارنة بالعام اللي قبله 17-18، زيادة في معدلات التجارة، نقص في عجز الميزان التجاري، زيادة في معدلات النمو وصلت 5.5%، نقص في معدل الدين العام اللي كان تجاوز 100% وأصبح 100 أصبح 93% وفي طريقه للانخفاض، تحسن في الاحتياط النقد الأجنبي من 15 لـ42 مليار دولار، تحسن في معدل البطالة وانخفاضه من إلى أقل من 11%، انخفاض في التضخم وده مرتبط بملايين من الناس من 33% إلى أقل من 11%، إذن هناك تحسن جماعي في مؤشرات الاقتصاد المصري بتحوز على رضا كل الناس. أستاذ منصور للأسف انتهى وقت الفقرة، أنا بشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا ليك الأستاذ منصور كامل مسؤول ملف مجلس الوزراء في جريدة الأخبار. مشاهدينا الكرام بعد فاصل نواصل هذه التغطية الإخبارية من الآن، ابقوا.